بدر عقود الرفيق عبد الله، انتسب تاريخ 15/6/2019. بعد تأسيس المجلس العسكري في الرقة، اتخذت قواتنا خطوة جديدة وواسعة في إدارة القوات العسكرية، وذلك من خلال إعادة هيكلتها بصف واحد، وذلك للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة من خلال توزيع العمل العسكري ضمن هذه القوات في الأفواج وفي الإيالات وفي المؤسسات العسكرية. فقامت على المؤسسات العسكرية وقوات المرأة من خلال وقفتها الجدية وباتخاذ أي قرارات ضمن هذه المكاتب، فتحتاج إلى أخذ تدابيرها للحفاظ على مستقبل سوريا الجديد وتطوير المنظومة العسكرية ضمن قوات سوريا الديمقراطية. فالمرأة لها دور فعال في من خلال وقفتها في المؤسسات العسكرية، حيث كان لها الرأي الحاسم والأول والأخير في اتخاذ أي قرار يخص المؤسسات العسكرية التي نتبع لها ضمن قوات سوريا الديمقراطية في مكاتب قسد.